صغير، واحدا من الذين توسل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل استجابة دعائه، وذلك عندما باهل نصارى نجران بعد أن نزلت عليه كلمة الله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذ يقول المؤرخون أن النبي خرج وقد احتضن الحسين وأخذ بيده الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي يمشي خلفهما. أعطى الحسين كل ما عنده لربه راضيا كل الرضا، وهو القائل رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. فخاطبه ربه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لقد تماثل الحسين مع جده في كل شيء، فكان وارث علمه وحكمته وشهامته وشجاعته وصولته وجولته، كما كان وارثه فيما تحمل في سبيل الله. فما أوذي نبي بمثل ما أوذي رسول الله، وما أوذي وصي بمثل ما أوذي الحسين. كان الحسين وحده أمة بأكملها، وهذا معنى كلمة النبي بحقه: الحسين سبط من الأسباط. كان الحسين عليه السلام مثال الطهر الطاهر قلبا وقالبا وظاهرا وباطنا وحيا وميتا. ولد طاهرا من الدنس، وعاش طاهرا من النجس، وتطهر ظهر عاشوراء بالدم، منعوا عنه الماء نقول له أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك. ويكفي في طهارته ما قاله النبي بحقه حين ولادته، حيث طلب النبي من عمته صفية التي تولت فاطمة حين ولادتها فقال لها يا عم هل أمي إلي ابني؟ فقالت يا رسول الله إنا لم ننظفه بعد. فقال لها النبي يا عم أنت تنظفيه، إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره.